مشروع إحداث أنتربرايز سيتي بالمغرب موضوع مذكرة تفاهم وقعت الحكومة المغربية والمؤسسة الأمريكية بوبسون جلوبل على هامش انعقاد الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال بمراكش. vont faire une étude pour le Maroc de comment faire une ville d'entrepreneurs. ستقوم المؤسسة الأمريكية بإعداد دراسة في المغرب من أجل إنشاء مدينة المقاولة تماما كما فعلوا في دبي وهونغ كونغ وفي مدن أخرى عبر العالم. ولهذا أطلقنا دراسة هامة ستمول من الجانب الأمريكي لبحث الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب لإنشاء مدينة المقاولة. تعد هذه التظاهرة مكانا مناسبا لإبرام مذكرة تفاهم هاته، وكما تعلمون فمؤسسة بوبسون جلوبال هي أكاديمية رائدة في تكوين المقاولين في العالم، كما تعد الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، لذا ناقشنا مع الحكومة المغربية سبل تعزيز وريادة الأعمال في المغرب من خلال إنشاء مدينة المقاولة كفضاء لجذب المقاولات والاستثمار. المشروع يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية من أجل إرساء مناخ ملائم لتنمية ريادة الأعمال التي تعتبر محركا للتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو مشروع سيمكن أيضا من توطيد التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.